مجمع الأندلس التعليمي، تعلم عصري ملهم بهوية وطنية وقيم إسلامية. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته طلابنا الأعزاء، طلاب صف الحادي عشر علمي. موعدنا اليوم مع درس من دروس الفصل الدراسي الثاني، وما زلنا مع الوحدة الخامسة وأحد موضوعات الكيمياء الحيوية، وعن أحد التفاعلات المهمة جدا داخل خلايا النباتات، وهو عملية البناء الضوئي. وما زلنا مع الدرس الأول عزيزي الطالب، والذي موضوع تركيب البلاستيدة الخضراء ووظيفتها. في نهاية هذا الدرس عزيزي الطالب، يجب أن تكون قادرا على أن تعدد أنواع صبغات البناء الضوئي، وأن تفرق بين كلوروفيل ألف وكلوروفيل باء، وأن تفسر احتواء النباتات على أنواع مختلفة من الأصباغ. لدينا عزيز الطالب مجموعة من المصطلحات، وهي دي إن إيه، البلاستيدا، الاستروما، الثيلاكويد، الجرانم، الصفائح. قيمة اليوم عزيزي الطالب هي محبة النبي صلى الله عليه وسلم وتعظيمه. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين. سؤال اليوم عزيزي الطالب: ما هي أنواع صبغات البناء الضوئي؟ للإجابة على هذا السؤال، افتح كتاب الطالب صفحة 11 واقرأ الفقرة الأولى. ما هي أنواع صبغات البناء الضوئي عزيزي الطالب؟ الطاقة الضوئية والصبغات في ذاتيات التغذية. يبدأ البناء الضوئي بامتصاص البلاستيدات الخضراء للضوء، لأنها تحتوي على مركبات كيميائية تسمى الصبغات. والصبغة هي مادة كيميائية تمتص الضوء من بعض الألوان وتعكسه من ألوان أخرى. وقد طورت البكتيريا الخضراء المزرقة والطحالب والطلائعيات والنباتات صبغات مختلفة لتمتص الطاقة الضوئية في بيئاتها المختلفة. ويوجد في الطبيعة ثلاثة فئات من صبغات البناء الضوئي، وهي الكلوروفيلات، خمس صبغات خضراء تعرف بأسمائها كلوروفيل ألف وباء وجيم ودال وهاء، والكاروتينويدات، وهي صبغات زاهية حمراء وقد تكون صفراء أو برتقالية وهي غير قابلة للذوبان، الفايكوبيلينات، وهي صبغات قابلة للذوبان توجد في البكتيريا الخضراء المزرقة والطحالب الحمراء. ما هي أنواع صبغات البناء الضوئي عزيز الطالب؟ يبدأ البناء الضوئي بامتصاص البلاستيدات الخضراء للضوء. هذه الخطوة الأولى في عملية البناء الضوئي. ما الذي يجعل البلاستيدات الخضراء قادرة على امتصاص الطاقة الضوئية؟ لأن البلاستيدات الخضراء تحتوي على مركبات تسمى الصبغات. ما هي الصبغة؟ الصبغة هي مادة كيميائية تمتص الضوء من بعض الألوان وتعكسه من ألوان أخرى. فالصبغة تمتص الضوء أو تمتص بعض ألوان الضوء وتعكس الألوان الأخرى. طورت البكتيريا الخضراء المزرقة والطحالب والطلائعيات والنباتات صبغات مختلفة لتمتص الطاقة الضوئية في بيئاتها المختلفة. ويوجد في الطبيعة ثلاثة أنواع أو ثلاثة فئات من صبغات البناء الضوئي، هي الكلوروفيلات والكاروتينويدات والفايكوبيلينات. الكلوروفيلات هي خمس صبغات خضراء تعرف بأسمائها كلوروفيل ألف وباء وجيم ودال وهاء، والمجموعة الأخرى وهي الكاروتينويدات، وهي صبغات زاهية حمراء وصفراء وبرتقالية غير قابلة للذوبان. الفايكوبيلينات هي صبغات قابلة للذوبان توجد في البكتيريا الخضراء المزرقة وأيضا توجد في الطحالب الحمراء. السؤال الأول عزيزي الطالب، فسر. يبدأ البناء الضوئي بامتصاص البلاستيدات الخضراء للضوء، لأن البلاستيدات الخضراء تحتوي على مركبات عضوية تسمى الصبغات. وضح المقصود بالصبغة، هي مادة كيميائية تمتص الضوء من بعض الألوان وتعكسه من ألوان أخرى. اذكر فئات صبغات البناء الضوئي: الكلوروفيلات والكاروتينويدات والفايكوبيلينات.
الطاقة الضوئية والصبغات في ذاتية التغذية يختلف نوع الصبغات من نبات لآخر. مثلا لدينا نباتات اليابسة وهي تظهر بهذا اللون الأخضر، وهي أساسا تحتوي على أنواع من الصبغات هي الكلوروفيل ألف والكلوروفيل باء. ولدينا أيضا عزيزي الطالب الطحالب الخضراء، وهي نباتات مائية تعيش في البرك والمستنقعات وتحتوي على الكلوروفيلات أي كلوروفيل ألف وكلوروفيل باء، وهي لذلك تتميز باللون الأخضر. بينما لدينا الطحالب الحمراء وهي غالبا ما تحتوي على الكلوروفيل ألف والكاروتينويدات والفايكوبيلينات، وهذا الخليط من الصبغات يعطي هذه الطحالب اللون الأحمر. لدينا أيضا الطحالب البنية عز الطالب كما تظهر في هذه الصورة، وهي تحتوي على الكلوروفيل جيم والزنسوفيلات الصفراء والكاروتينات البرتقالية. هذا الخليط من الصبغات يعطي هذه الطحالب اللون البني، كلوروفيل جيم والزنسوفيلات الصفراء والكاروتينات البرتقالية. قارن بين أنواع الصبغات في النباتات المختلفة عز الطالب. النباتات اليابسة الخضراء تحتوي أساسا على كلوروفيل ألف وكلوروفيل باء. الطحالب الخضراء تعيش في الماء وتحتوي غالبا على الكلوروفيلات أي كلوروفيل ألف وكلوروفيل باء أيضا. الطحالب الحمراء تحتوي على كلوروفيل ألف والكاروتينويدات والفايكوبيلينات، ولذلك هي تظهر باللون الأحمر. الطحالب البنية تحتوي على الكلوروفيل جيم والزنسوفيلات الصفراء والكاروتينويدات البرتقالية. الطاقة الضوئية والصبغات في ذاتية التغذية. تركيب الكلوروفيل عزيزي الطالب، يحتوي الكلوروفيل على أيون المغنيسيوم ويظهر في المنتصف، ويكون مغلفا بتركيب حلقي كما يظهر في هذا الشكل. هذا الشكل عزيز الطالب يوضح تركيب كل من كلوروفيل ألف وكلوروفيل باء. انظر إلى منتصف جزيء الكلوروفيل سواء في تركيب كلوروفيل ألف أو كلوروفيل باء، سوف تجد أيون المغنيسيوم مغلف بتركيب حلقي كبير يسمى حلقة البورفيرين. حلقة البورفيرين حول أيون المغنيسيوم تتضمن 4 ذرات نيتروجين حول المغنيسيوم سواء في كلوروفيل ألف أو كلوروفيل باء. أيون المغنيسيوم مركزي وأربع ذرات نيتروجين حول أيون المغنيسيوم المركزي، وترتبط سلاسل جانبية مختلفة بالحلقة. هذه السلاسل الجانبية تحدد الطول الموجي للضوء الذي يمكن أن يمتص جزيء الكلوروفيل هذا. نحاول أن ننظر إلى هذا الرسم الذي يوضح تركيب كل من كلوروفيل ألف وكلوروفيل باء ونستنتج الفرق بينهما عزيزي الطالب. الفرق بين تركيب كلوروفيل ألف وكلوروفيل باء هو أن كلوروفيل باء يحتوي على مجموعة الألدهايد في أحد السلاسل الجانبية، بينما كلوروفيل ألف يحتوي على مجموعة ميثايل تقريبا في نفس المكان. هذا هو الفرق عزيزي الطالب. كلوروفيل باء يحتوي على مجموعة ألدهايد في أحد السلاسل الجانبية، بينما كلوروفيل ألف يحتوي في نفس المكان تقريبا على مجموعة الميثايل. فإذا سئلت عن الفرق بين تركيب كلوروفيل ألف وكلوروفيل باء، فهو أن كلوروفيل باء يحتوي على مجموعة ألدهايد، بينما يحتوي كلوروفيل ألف على مجموعة ميثايل بدلا منها. ما الذي يجعل جزيء الكلوروفيل يرتبط بغشاء الثيلاكويد؟ جزيء الكلوروفيل كما نرى في هذه الصورة له ذيل طويل كاره للماء. هذا الذيل الطويل المرتبط بجزيء الكلوروفيل سواء كلوروفيل ألف أو كلوروفيل باء يثبت جزيء الكلوروفيل ببروتينات أخرى كارهة أيضا للماء في غشاء الثيلاكويد، ومن ثم يتم تثبيت جزيء الكلوروفيل في غشاء الثيلاكويد بواسطة هذا الذيل الكاره للماء. كيف تفرق عزيزي الطالب بين كل من كلوروفيل ألف وكلوروفيل باء؟ كلوروفيل باء يحتوي على مجموعة الألدهايد في أحد السلاسل الجانبية بدلا من مجموعة الميثايل الموجودة في كلوروفيل ألف. توازن اللون والطاقة. نرى من خلال الضوء المنعكس. عندما نرى أي شيء فلا بد أن ينعكس الضوء على هذا الشيء ثم يتجه إلى أعيننا. ماذا عن الأنواع المختلفة من الضوء؟ الضوء الأبيض في حقيقته
هو مزيج من كل الألوان. كيف يبدو الجسم أسود؟ لماذا تبدو بعض الأجسام باللون الأسود؟ تبدو بعض الأجسام باللون الأسود لأنها تمتص كل الألوان التي يتكون منها الضوء الأبيض، ولا ينعكس من هذا الجسم أي ضوء، ولذلك يبدو باللون الأسود. فالجسم الأسود لا يعكس أي من مكونات الضوء الأبيض، وبالتالي يبدو باللون الأسود. يبدو الجسم أحمر عندما تمتص الصبغات جميع الألوان ما عدا اللون الأحمر، وبالتالي ينعكس هذا اللون الأحمر إلى عيناك ونرى الجسم باللون الأحمر. وتبدو أوراق النباتات خضراء، لماذا؟ لأن الضوء الأخضر يعكس، وهذا يدلنا على أن الضوء الأخضر لم يمتصه النبات حتى يستفيد بطاقته في عملية البناء الضوئي. ولذلك فسر كيف تبدو أوراق النباتات باللون الأخضر، لأن الصبغات التي توجد في أوراق النبات تمتص جميع مكونات الضوء الأبيض وتعكس فقط الضوء الأخضر، ومن ثم نرى أوراق النباتات باللون الأخضر. ولدينا سؤال عزيزي الطالب، فسر أوراق النباتات خضراء وليست سوداء. حتى لا تسخن، لأن الأوراق الخضراء تعكس منتصف طيف الألوان جميعها بما في ذلك اللون الأخضر، وهذا يساعد أوراق النبات على عدم ارتفاع درجة حرارتها، وبالتالي الحفاظ على نشاط الإنزيمات، لأن أوراق النباتات لا تمتص جميع مكونات الضوء الأبيض الذي يسقط عليها قادما من الشمس، فهي تعكس منتصف طيف الألوان جميعها بما في ذلك اللون الأخضر. ملحوظة، إذا امتصت ورقة النبات كل الألوان فسوف تسخن كثيرا، ولهذا فإن أوراق النباتات خضراء وليست سوداء كما نرى. يمتص الكلوروفيل ألف والكلوروفيل باء الضوء الأزرق والضوء الأحمر ويعكسان الضوئين الأخضر والأصفر كما نرى من هذا الشكل. هذا الشكل يوضح النسبة المئوية لامتصاص بواسطة الصبغات. سوف تجد أن في منطقة الضوء الأخضر والضوء الأصفر تقريبا لا يوجد امتصاص، بينما يمتص كلوروفيل ألف وكلوروفيل باء الضوء الأزرق والضوء الأحمر ويعكسان الضوء الأخضر والضوء الأصفر. وطورت النباتات في البيئات المختلفة صبغات تلائم التوازن بين الطاقة وفرط التسخين. النبات يحتاج إلى أن يمتص الطاقة الضوئية القادمة من ضوء الشمس، ولكن النبات يحتاج إلى عدم ارتفاع درجة حرارته، ولا يجب أن يصل النبات أو لا يجب أن تصل خلايا النبات إلى فرط التسخين حتى لا تتوقف الإنزيمات عن العمل. وبالتالي طورت النباتات مجموعة من الصبغات تستطيع من خلالها أن تمتص أطوال موجية معينة أو ألوان معينة من مكونات الضوء الأبيض القادم من الشمس حتى تستفيد بها في عملية البناء الضوئي، وتعكس المكونات الأخرى من الضوء الأبيض حتى لا يحدث فرط في عملية التسخين. تحتوي معظم النباتات على البلاستات الخضراء فيها صبغات مختلفة لكي تلتقط مزيدا من طاقة الضوء. للحصول على الطاقة اللازمة للقمام بناء الضوئي وتفادي عملية فرط التسخين والمحافظة على نشاط الإنزيمات. فسر عزيزي الطالب أوراق النباتات خضراء وليست سوداء. حتى لا تسخن، لأن الأوراق الخضراء تعكس منتصف طيف الألوان جميعها بما في ذلك اللون الأخضر. تحتوي معظم النباتات على بلاستات خضراء فيها صبغات مختلفة حتى تلتقط مزيدا من طاقة الضوء. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.